سلام بنات الدراري، كيف دايره؟ لاباس عليكم؟ وكلشي بخير؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. البنات غادي نشارك معكم الخبز ديال الفران. كيجي البنات رائع بزاف، كيجي قطني، كيجي مهول من الداخل كما كتشوفوا. غادي نجي معكم من اول استعمال، وكيجي البنات مشبك من الداخل. تبع معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله. اول حاجه غادي نحتاجو جوج ديال السلايف ديال الدقيق الفورص رطب، وغادي نحتاجو جوج ديال السلايف ديال الفورص الحرش، وغادي نحتاجو واحد الزلافه ديال الفينو. من بعد غادي نخلطو دابا النواشف، وغادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الخميره المعجونه اولا الخميره الفوريه. من بعد غادي نعجن العجينه ديالتي، والعجينه البنات خاصها ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مرخوفه باش تنجح معكم. من بعد ملي جمعنا العجينه ديالتي غادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الملحه، والملح البنات كتجي على حساب الذوق. وغادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الماء. صافي هنا البنات غادي نجمع دابا العجين ديالتي، وغادي ندلكها مره ثانيه، وكتجي البنات هذه الطريقه كتجي ناجحه مليون في المئه. من بعد ملي عجينا العجينه، والعجينه خاصها تكون شويه مرخوفه، وغادي نضيف ليه واحد الكميه ديال الزيت النباتيه، وغادي نعجنها مع العجينه. الا كنضيفوا ليه واحد الكميه ديال الزيت النباتيه ما كتخليش لكم العجينه في هذيك القشره. غادي نغطي دابا العجينه، غادي نخليها واحد مده 5 دقائق، وغادي نرجعوا ليها باش ندلكها مره ثانيه. من بعد ملي ارتحت لينا العجينه غادي ندلكها مره ثانيه، وكتجي البنات هذه الطريقه كتجي رائعه رائعه بزاف، وكتجي ناجحه مليون في المئه. غادي نديرو ليها على هذا الشكل، من بعد غادي نغطيو عليها بواحد المنديل، غادي نخليوها تخمر لينا. من بعد ملي خمرت ليا العجينه غادي ناخذ دابا داك المنديل، غادي نفرشها فوق البوطاجي. من بعد غادي نشكل فيهم الكويرات يكونوا شويه متوسطين، والكويرات ديالي غادي نفندهم بشويه ديال الفينو. من بعد ملي شكلنا فيهم الكويرات خليناهم واحد المده ديال 5 دقائق من ما ارتاحوا لينا. صافي هنا غادي نقرص دابا الخبز، وغادي نرش ليه شويه ديال الفينو، والسمك ديال العجينه خاصها ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه.
صافي انا من بعد ملي قرصنا الخبز غادي نغطي عليها، غادي نخلي حتى يخمر وغادي نشعلو الفران من الفوق ومن التحت ونطكو شويه متوسطه. غادي نطيبو الخبز ديالي، انا غادي نطيبو غير في الفران الغاز. من بعد ملي طبنا الخبز ديالنا في الفران ديال الغاز كيجي البنات ناجح 100% وكيجي رطب، غير خاص العجينه تكون شويه مرخوفه باش تنجح معاكم، تجيكم العجينه مهويه من الداخل. ايوا هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم. كنشكركم سوا البنات والدايك في القناه ديالي، كنشكركم على الكومونتيرات وعلى اللايكات ملي كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر تهلاو فريوسكم. يلا بسلام عليكم.